اهتمامي بالاحتباس الحراري جاء منها كونها ظاهرة خطيرة بتأثر على كل الكرة الأرضية تقريبا، وأنه إحنا هون خاصة بالوطن العربي ما فيه اهتمام كبير بظاهرة الاحتباس الحراري، سواء من الناس العاديين ما بيعرفوا شو هاي الظاهرة. فمن هون نبع اهتمامي، واللي تعلق أكثر إشي بالتوعي بهاي الظاهرة، إنه بنلتقي غالباً بالنشئ اللي هم الأطفال اللي بالابتدائي، بالمرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية، ممكن الثانوية. كل جيل له محاضرة مبسطة بحيث إنه يفهمها، على أساس إنه ننشئ جيل حيستلم القيادة بكرة، حيصير وزير، حيصير مسؤول، يكون في عنده اهتمام بالبيئة بشكل عام، واهتمام بظاهرة الاحتباس الحراري اللي صارت تتأثر علينا بشكل كبير، والناس مش مدركة هذا الحكي. يعني مثلا انتم بجوز صرتوا تشوفوا انه او تلاحظوا انه الامطار ما صار يتغير موعدها، يعني ما في مشكلة عندنا بكمية الامطار، هذا كمثال، لكن صار يتغير موعدها، صارت تتأخر كثير، وهذا بيأثر كثير على المحاصيل، على أسعار الغذاء بشكل عام. وإحنا بالشعوب العربية غالبيتها متوسطة الدخل، فلما تأثر الاحتباس الحراري كظاهرة على أسعار الغذاء، حنتأثر إحنا كشعوب عربية أكثر من الشعوب المتقدمة أو شعوب الحداثة زي ما بسموها.